أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كيبورد، وستشاهدون في هذه الحلقة: ما زالت قناصة الميليشيا تستهدف الصحفيين والحقيقة، وأيضا استمرار حملة ارفعوا الحصار عن تعز، وهذه المرة على لسان أجانب، وأيضا رغم ظلمة الأوضاع ما زال للأيادي البيضاء مكان لفعل الخير عبر جدار سبيل لإطعام المساكين. وبعد طول انتظار وغربة، يمنيون يغنون احتفاء بعودتهم لأرض الوطن. وفي ألتشيفت صور الضحايا بين الضرورات والمحظورات. أما في ديليز استمرار تجنيد الأطفال والزج بهم في الصراعات. وأخيرا في تاتش، كيف ستكون الحياة عام 2020؟ كل هذا والمزيد في حلقة اليوم، فخليكم معنا. وحدها عدسات الصحفيين وعيونهم ما تبقى لتعز لنقل معاناتها اليومية وحقيقة ما يجري هناك لهذا العالم. ولهذا تستمر قناصة الميليشيا باستهدافهم وتغييبهم في محاولة لتغييب الحقيقة. بين الحين والآخر نفجع بأحد زملائنا الصحفيين، وهذا الأسبوع فجعنا باستشهاد الزميل أحمد الشيباني مصور قناة اليمن الفضائية. الكاميرا التي كان يوثق بها أحمد جرائم الميليشيا هي ذاتها من وثقت لحظة سقوطه واستشهاده، ليكتب عن الموضوع الكثير من زملائنا ومن زملائه الصحفيين، ومن ضمنهم الزميل أحمد البكاري الذي شارك أحمد تلك اللحظات ليصفها لنا بمنشور عبر صفحته بالفيسبوك. نشوف منشور أحمد البكاري ماذا كتب على لحظة استشهاد زميلنا أحمد الشيباني. أحمد البكاري كتب: في تلك التلة تبت الأرانب بحي الحصب بمدينة تعز، حيث يتمركز قناصة ميليشيا الحوثي والمخلوع يرصد كل من يمر في هذا الشارع، شارع المرور، ليستهدفه طاعة لزعيمه وسيده، ثنائي القتل والدمار. وبترقب دقيق، يوم أمس استهدف ذلك القناص أحد أصوات الحقيقة وصوب رصاصته في وجهه مباشرة ليمحو شهادته عن جرائمهم. لكن كانت هنالك عين أخرى، هي عين الكاميرا والجوال، وعيني وعين الزميل عبد العزيز الذبحاني لتوثيق جريمتهم الشنيعة مباشرة حتى قبل وقوعها. ما زالت الرصاصة وصوتها في رأسي يا أحمد الشيباني، سيبقى المشهد ولن أنساه. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته ولا نامت أعين الجبناء. وقام أحمد أيضا إرفاق منشوره بصور من الحادثة، وهذه هي صورة زميلنا أحمد الشيباني بعد استهدافه. منشور آخر لصلاح العزي أيضا كتب على الموضوع. صلاح كتب: يا الله، كم هي مرعبة لحظة سقوط الأخ أحمد الشيباني كطرفة عين. كان هناك أحمد، ما أقسى وحشية القناصين. هؤلاء ليسوا من جنس البشر وليس فيهم ذرة من الإنسانية والشعور. ما ذنب الإعلام والمصور الذي لا يملك سلاحا غير عدسته؟ لا شيء غير سلاح فضحهم وتعرية إجرامهم. كان هذا هو منشور صلاح العزي، والذي أختتمه بمواساة وعزيزة لجميع رفقاء وزملاء وأهل أحمد الشيباني. وبينما يستمر مسلسل القتل والحصار، تستمر الأصوات المنادية لإنقاذ هذه المدينة وأبنائها، وتستمر حملة ارفعوا الحصار عن تعز دون كلل أو ملل. وفي سياق الحملة انتشر هذا الأسبوع مقطع فيديو لناشطين أجانب تفاعلوا مع الحملة، خلونا نتابع. My name is Kaylin, ich bin aus Deutschland. My name is Robin and I'm from England. Hôm nay như Kasia jestem z Polski. Tôi tên là Phạm Đức Thắng, tôi từ Việt Nam. Hôm nay làm cái video này cho nhân quyền. أنا سبايك مدى مرسيغا. اسمي موفق المخلافي، ألمانيا الجنسية وتعزية القلب والأصل. بعد أبطال الله der Schal aus Humanus. Die Menschen in Thais bekommen nicht einmal Grundnahrungsmittel. Es gibt einen Mangel an Sauerstoff in den Krankenhäusern für die Neugeborenen. In Thais, people don't receive the staple diet due to the siege. Miasto Thais jest oblegane od 9 miesięcy. Mieszkańcom brakuje podstawowych towarów do życia. Cho nhân loại. Yemen hóa là địa danh của thành phố Thais,
Én már 9 hónapja ostrom alatt áll. Az ott élő emberek a legalapvetőbb élelmiszerekhez sem jutnak hozzá. من أجل مدينة المحاصرة، مدينة تعز. المحاصرة منذ 9 أشهر من قبل الحوثيين وميليشيات صالح. There's a lack of oxygen in the hospitals for newborn babies. Miasto Taiz jest oblegane od 9 miesięcy. Mieszkańcom brakuje podstawowych produktów do życia. Cho thành phố đang bị bao vây 9 tháng. Az emberi jogokért. من أجل حقوق الإنسان. Para la ciudad cuesta silara durante 9 meses. Für die Menschheit. For human right. Dla praw człowieka. Cho các trẻ em tại thành phố Taiz. Az emberi jogokért. وما زلنا في موضوع الحملات وحملة أخرى قام بها مجموعة من الشباب من خلال هاشتاج أسموه قاوم. قاموا بنشر الحملة ودشنوها بمقطع فيديو، خلونا نشوف. ماذا لو منعت من دخول مدينتك؟ ماذا لو نهب منك رغيف؟ ماذا لو قطع عنك ماؤك؟ ماذا لو منع منك الأكسجين؟ أجل الحياة بكرامة. المقاومة شرف نستحقه. جدار يعلق عليه طعام للمحتاجين، هذه هي إحدى الصور التي انتشرت هذا الأسبوع في مواقع التواصل الاجتماعي كمبادرة فردية لأحد الأشخاص، تفاعل معها الكثير وانتشرت الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عنها الكثير من المنشورات والناشطين. اخترنا بعض هذه المنشورات ومنها منشور للناشطة ريم القباطي. ريم كتبت: تخيلوا كل بيت بالحارة يسوي كذا، ما عاد بيبقى محتاج أو فقير أو جائع، وتذكروا مع هذه الأوضاع ممكن جارك يكون محتاج بس مش قادر يطلبك، والرسول صلوات ربي عليه أوصانا بسابع جار. وقامت بإرفاق منشورها الذي قمنا باختصاره طبعا بالصورة التي حدثناكم عنها، وهي صورة جدار في إحدى الشوارع، قام أحدهم بجعل الجدار سبيل لتعليق الطعام لمن قد يحتاج. منشور آخر لذات الموضوع للناشط خالد البحري الذي كتب أيضا عن الموضوع. خالد كتب عبر صفحته: فكرة بقمة الروعة والبساطة والإنسانية والتكاتف، أعجبتني جدا وأتمنى لو كل واحد تكفل بها بمنطقته يوميا، حيث إنها لا تكلف كثيرا، فقط تحتاج للملصقات ومستلزماتها، وسوف يحط الجميع ما يزيد عن طعامهم هناك. وليد الحجاجي كتب أيضا عن الموضوع. وليد كتب: الجميل في المشروع أنه يستطيع كل واحد منا تنفيذه ولا يكلف شيئا إطلاقا. أتمنى من الجميع نشر فكرة المشروع في جميع شبكات التواصل الاجتماعي. ننتقل الآن إلى موضوع آخر كان من أبرز ما تم تداوله هذا الأسبوع بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو مقطع فيديو ليمنيين على متن إحدى الطائرات الخطوط اليمنية يغنون ابتهاجا بعودتهم لأرض الوطن بعد طول انتظار وغربة. الناشطة سحر عبد الله نقلت تلك الأجواء بمنشور كتبت فيه عبر صفحتها. سحر كتبت: هكذا كانت أجواء الطائرة اليمنية في مطار بيشا يوم الأحد 14 فبراير المتوجهة من القاهرة إلى صنعاء. كنا قد مللنا طول الانتظار وإجراءات التفتيش، وإذا بهذا الفنان اللي ما أعرفش حتى اسمه وهو يغني. أقل ردة فعل من الموجودين كانت الابتسامة وأيضا التفاعل معهم.
سحر لم تكتفي بهذا المنشور، وقامت أيضا أرفقت سحر منشورها بمقطع فيديو قامت بتصويره بتلك اللحظات لتنقل لنا الأجواء التي كانت على الطائرة. خلونا نشوف. هؤلاء هم اليمنيين، ورغم أنهم في بلدان آمنة ومستقرة إلا أنهم مبتهجين ويغنون فرحا لأنهم عائدين إلى أرض بلادهم اليمن رغم أنها غير مستقرة، وجميعنا نعرف الظروف التي تمر بها. ما زالت المبادرة الشبابية صامدة رغم كل هذه الظروف الصعبة، ومنها مؤسسة فانتايم التي تهدف للتعريف بالفنانين الشباب ونشر مواهبهم الفنية عبر منصة إلكترونية وبإمكانيات بسيطة. نورة منع هي موهبة يمنية شابة حاولت مؤسسة فانتايم إيصال صوتها وموهبتها للناس بربورتاج قصير، خلونا نتابع. الشيء اللي بيستهويني في الفن انه بيخلي الشخص يعني بيخرج عن زحمة الحياة اللي بتخليه يكون منشغل في الواقع، يعني فبيخلي الشخص انه بيخرج لأحلامه وطموحاته وتطلعاته، وكمان بيخليه يعيش في جو يعني بعيد جدا عن مشاكل الحياة، وكمان يعني بيخليه يعيش كمان مش تحقيق، يعني تحقيق الذات بيحصل في الحياة الواقعية، لكن في شيء آخر اللي هو الإشباع الذاتي. الإشباع الذاتي بيحصل عن طريق المواهب، وكمان ممكن عن طريق ممكن فنون تشكيلية، ممكن الغناء، ممكن الميوزك، ممكن الرقص. فأنا حبيت أدخل الفن عن طريق يعني العزف على آلات موسيقية أو عن طريق الغناء. فالغناء زي ما قلت من قبل إنه أنا بدأت فيه قبل فترة يعني بسيطة، بس بحاول إني بعد فترة إن شاء الله يعني بطور هذا الشيء، ويعني طموحي إنه اليمن يصير واحد من المدن التاريخية، هي أصلا واحدة من المدن التاريخية، فالمفترض إنه يكون لها يعني فنها الخاص ويكون لها لونها الخاص كمان، والمفترض إنه يعني المدارس بتبدأ يعني بتعلم الأطفال من صغرهم عن الفن عشان بعدين لما بيكبروا بيطوروا نفوسهم. كمان تعتبر اليمن هي واحدة من المدن التاريخية اللي عطت يعني معاها مدرسة كبيرة في الفن، وحتى يعني معظم دول العالم بيعترفوا بالموسيقى اليمنية وكمان بالموسيقى العربية. فالمفترض أن الإنسان اليمني بيعتز بالفن اليمني وبيحاول يعطي صورة حلوة، يعكس صورة حلوة على المدينة نفسها. بالتوفيق لك يا نورة ولكل فنانين الشباب والمبدعين. وكان ختامه مسك مع نورة، والآن نروح لفاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من فقرات البرنامج، خليكم معنا. نا
نشر صور الضحايا بين الضرورات والمحظورات. مع استمرار موجة العنف وتصاعدها يتم تناقل صور الضحايا، وغالبية هذه الصور تكون دامية وقاسية. البعض يرى أن ذلك انتهاك لحرمة هؤلاء الضحايا والموتى، ويجب عدم نشرها تقديرا لمشاعر أهالي هؤلاء الضحايا، وأن التعود على صور العنف يجعله اعتياديا. بينما يرى البعض الآخر أن نشر هذه الصور ضروري لكشف فداحة هذه الجرائم وإيصالها للعالم. وكان تساؤلنا، ما هو رأيكم أنتم؟ هل أنتم مع الفريق الأول أو الثاني؟ كان هذا هو موضوع حلقة هذا الأسبوع الذي طرحنا عليكم على في صفحة البرنامج على الفيسبوك، ونستعرض الآن معكم آرائكم والتي شاركتمونا إياها. نبدأ بتعليق لعزيز عزيز والذي كتب: صحيح هذه الصور تكون دامية، لكن يجب توثيقها وكشف فظاعة الجرم مع مراعاة ستر العورة. تعليق آخر لأسامة الفايدي والذي كتب: إذا لم تنشر مثل هذه الصور لتوثيق الجرائم التي تحصل، فالمجرم سيزيد من جرمه بشكل أقوى، ومن خلال نشر صور الضحايا أنت تكشف قبح القاتل وتكشف للرأي العام حقيقة ما يحصل من قتل يستهدف الأبرياء دون أي مبرر، وخاصة ما يحصل هذه الأيام في مدينة تعز من استهداف للأبرياء. إذن الآن تعليقين وهم يؤيدون نشر هذه الصور. نستكمل التعليقات، وتعليق آخر لنورس عزيز والذي كتب: من وجهة نظري يجب عدم عرض هذه الصور على العامة مراعاة لمشاعر ذوي الضحايا، وكذلك من أجل إخفاء هذه البشاعات عن أطفالنا، ولكن في المقابل علينا الاحتفاظ بها لعرضها على المنظمات وفي المحافل الدولية وتوثيقها لإدانة القتلة. إذن نورس من خلال تعليقه قال أن يمكن توثيق هذه الجرائم، ولكن بدون عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات، من دون تمويهها أو تخفيفها، لأن هنالك في البيوت أطفال سيشاهدون ويتأثرون، وستكون نتيجتها عكسية عليهم في المستقبل. ونوثقها ونعرضها فيما بعد على المنظمات والجهات المعنية بأخذ حقوق هؤلاء الضحايا. نستمر بقراءة التعليقات وننتقل إلى تعليق آخر لعدنان الراجحي. عدنان كتب: أعتقد الكثير من يغفل هذه الأشياء، وهي معايير يجب أن يلتزم بها الجميع، خاصة في العمل الصحفي. بقدر ما ينبغي نقل الحقيقة، بقدر ما نلتزم بالمعايير والأمانة واحترام الإنسانية. لذا تلافي نشر الصور الأكثر بشاعة يعتبر احتراما لأهالي وأسر الضحايا، وكذلك احتراما للإنسانية. إذا عدنان يرى أن عدم نشر هذه الصور يعد احتراما لمشاعر واحتراما لأهالي هؤلاء الضحايا، وأيضا حتى لا تعمل أو يترتب عليها انعكاسات سلبية على الناس في المستقبل. تعليق آخر لمراد ناصر والذي كتب: أعتقد أنه هو من أقل الحقوق التي تستحق الضحية المغدورة أن يتم عرض الجريمة البشعة التي ارتكبت في حقها، بغض النظر عن حساسية مشاعر المشاهدين من بعيد. إذن مراد يؤيد نشر الصور. نختتم بتعليق للزميل شادي ياسين والذي كتب: عرض الدماء والأشلاء لا يزيد ولا يغير من فداحة الجريمة إذا موجدت. بإمكاننا عكس حادثة تفجيرات باريس التي هزت العالم في نوفمبر الماضي، لكنها لم تعرض صورة واحدة للدماء، ورغم ذلك أدانتها كل الحكومات بما فيها منطقة الشرق الأوسط. إذا شادي ضرب مثال تفجيرات باريس، كان تفجير إرهابي راح ضحيته العديد من المواطنين، ولكن لم تنشر صور للضحايا، ورغم ذلك الجميع دان الجريمة وتضامن معها رغم أنه ما نشرتش يعني الصور. مش بالضرورة، ياسين يقول أنه ليس بالضرورة نشر الصور حتى يتم إدانة الجريمة والتضامن معها. مع زميلنا شادي نختتم هذه الفقرة ونروح للفقرة التالية. ديلت هذا الأسبوع لقضية، هذه القضية تعبنا من كثر ما تكلمنا عنها، وهي تجريد الأطفال والزج بهم في الصراعات. وما زالت تتوالى الصور المؤلمة لهؤلاء الأطفال وتقديمهم قرابين للهباء والغباء. خلونا بداية نشوف هذه الصورة التي انتشرت وتناقلها البعض هذا الأسبوع في مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه صورة نشرها أهالي بعض أهالي هذا الطفل، وقاموا بالقول أنه تم تجنيده بعيدا عن رضاهم، وكل يوم تقريبا يسقط العشرات من هؤلاء الأطفال قتلى دون أي ذنب ولا إدراك فداحة هذه الجريمة وعواقبها. تحول هؤلاء الأطفال لمجرد رصاصات طائشة لبندقية بيد مجنون، لا يعرف أبائهم وأمهاتهم ما مصيرهم، ولا حتى بأي بقعة دفنت جثثهم الصغيرة إن كانت دفنت أصلا ولم تترك في العراء لتنهشها الكلاب. متى سيتوقف هذا الكابوس ويعود هؤلاء الأطفال إلى مدارسهم وإلى حياتهم الطبيعية؟ إلى أن نلقى إجابة لهذا السؤال نكمل فقرات البرنامج وننتقل إلى فقرة تاتش. هل تساءلتم كيف ستكون الحياة في عام 2020؟ إن فعلتم فنحن نقدم إليكم الإجابة بهذا التقرير الذي أعدته زميلتنا وئام مختار، خلونا نتابع. هل فكرت يوما كيف ستكون حياتك في المستقبل، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع؟ وهل تخيلت كيف ستقضي يومك عام 2020 مثلا، طبعا بعد انتهاء الحرب؟ اليابانيون كالعادة فكروا في هذا الأمر، بل وأيضا سجلوا هذا اليوم موثقا بالصوت والصورة. يومهم في المستقبل سيكون معتمدا بشكل كلي على التكنولوجيا الحديثة وعلى اللمس فقط. سيتحول أي سطح أبيض لشاشة كبيرة يقوم عنك بالكثير من الأعمال. لن تضطر لحمل الهاتف كثيرا، ستستغني عن حمله للاستعانة بالأسطح في منزلك وعملك أيضا. بالطبع سيتغير شكل الكثير من أدوات التكنولوجيا لتصبح شفافة، وحتى عند عدم وجود سطح أبيض وشفاف ستستطيع عمل ما تحب عن طريق أسطح بديلة. أما للنساء فالتسوق سيصبح أسهل مع توفر تكنولوجيا سريعة ومريحة، ستستطيعين شراء ما تريدين وتجربتها لتستمتعي بوقت أطول مع عائلتك في المنزل. هذا يوم واحد فقط عام 2020، والتطور سيستمر أيضا ليصل إلى مستوى لن تستوعبه أنت الآن وحتى لن تستطيع تخيله. هذا في اليابان، لكن ماذا بالنسبة لنا نحن في اليمن؟ وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد، أتمنى أن نكون قد وفقنا بها، ولا تنسوا زيارة صفحة البرنامج على الفيسبوك الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من إلهام عامر وكافة طاقم البرنامج. نلقاكم على خير في حلقة جديدة الأسبوع القادم، إلى اللقاء.